أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد استكمال الهيئة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وبالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية عملية نقل أكثر من 14,000 بريد إلكتروني حكومي للحوسبة السحابية لشركة مايكروسوفت. وأكد القائد أن 45 جهة حكومية منضوية تحت مظلة الاتفاقية الحكومية المبرمة مع شركة مايكروسوفت أتيحت لها الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة بما يعزز من العمليات والخدمات الحكومية الآمنة ويحسن كفاءة قطاع تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتعزيز دور القطاع العام كمنظم وشريك فاعل للقطاع الخاص بغية زيادة وتيرة التنمية الاقتصادية وخلق فرص استثمارية نوعية واعدة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وأوضح القائد أن الهيئة تمكنت من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية وبالتعاون مع مايكروسوفت من إنجاز المشروع قبل موعده المقرر بستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن مسؤولياتها بتمكين القطاع الحكومي من تقديم خدمات متطورة من خلال منظومة السحابة الوطنية، فضلا عن فتح آفاق جديدة لنمو الإنتاجية بمختلف المجالات بالمملكة بشكل أسرع وآمن وبكلفة أقل نظرا لما توفره خدمات الحوسبة السحابية.